السلام عليكم المتسبعين الاعزاز ديالي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم عندنا عرض لواحد الشقه جد ممتازه في موقع جميل معليكم، الا تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا المعلومات كاملين بخصوص هذه الشقه هذه. قبل ما نبدا كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم، على الكلام الطيب اللي دائما كتقولوا في حقي وعلى التشجيعات ديالكم، شكرا لكم. وكنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. كما كتشوفوا معايا راه تتواجدوا في شارع بنو تاشفين، هاد الشقه هادي تتواجد في شارع بنو تاشفين اقامه الموده الطابق الاول وكاين لاسانسور، شقه جد ممتازه ما عليكم الا تتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا المعلومات كاملين. شكرا الجاليه المغربيه ديالنا اللي دائما كيشجعوني وكيتواصلوا معايا، مرحبا بالمغاربه ديالنا اكيد داخل الوطن والناس يدخلوا جداد على بركه الله. اليوم غادي نشارك معكم شقه جميله ما شاء الله، جات في موقع جميل، كل شيء كاين حداك، كل شيء متوفر. هذه الوسط ديال الاقامه ما شاء الله كما كتشوفوا معايا، منظر جميل، اقامه جميله، الشقه تتواجد في الطابق الاول كاين لاسانسور. غادي نذكر معكم المعلومات كاملين، الناس مهتمين بشقق ثلاثه البيوت وصالون، هذه الشقه هذه فيها ثلاثه البيوت وصالون، شقه جد ممتازه كما كتشوفوا معايا. الدخله ديال الاقامه راه غادي تبين لكم، شقه ما شاء الله محروسه بالليل، اقامه عفوا محروسه بالليل وبالنهار. كاين لاسانسور كما كتشوفوا معايا، بالنسبه للمتراج فيها 81 متر وكاين 10 زائد 10 متر في الباركينغ، بلاصة ديالك ديال السيارة ديالك في لاكاف. كما كتشوفوا معايا على لونطخي كنلقاو صالون، اون فاس معاه كاين سيجور. بالنسبة للشميسة راه مشمسة، بالنسبة للإصلاحات راه مصلوحة كما كتشوفوا معايا، الصباغة ديال الخيال. فيها صالون اون فاس معاه كاين سيجور، فيها ثلاثه البيوت لا كويزين والحمام. بالنسبه للشقه تتواجد في الدار البيضاء شارع بنو تاشفين اقامه الموده، بالنسبه للاقامه محروسه بالليل وبالنهار، جميع المرافق متوفرين وجميع المواصلات متوفرين، كل شيء كاين حداك. بالنسبة للمتراج فيها 81 متر زائد 10 متر كاينة في الباركينغ. فالناس اللي مهتمين مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. وبالنسبة للشقة ديالنا راه تتواجد في موقع جميل، موقع كالم، تتواجد قريبة لوسط المدينة شارع بنو تاشفين إقامة المودة. بالنسبة للمتراج فيها 81 متر، وبالنسبة للشميسة راها على طول النهار. الله يجازيكم بخير، ما تنسونيش من البارتاج ومن الجيمات لا فيديو باش يطلع ويبان الناس وتعم الفائدة، وهذا الشيء اللي كنتمناه هو تعم الفائدة والجميع يستافد. وغادي نعود معكم المعلومات بخصوص هاد الشقة هادي، بالنسبة لهاد الشقة هادي تتواجد في شارع بنو تاشفين الدار البيضاء، جات قريبة لوسط المدينة، جميع المواصلات متوفرين، جميع المرافق متوفرين، كل شيء كاين حداك. بالنسبة للشقة راه تتواجد في الطابق الأول كاين لاسانسور. بالنسبة للمتراج فيها 81 متر زائد 10 متر في الباركينغ. بالنسبة للثمن ديالها هو 78 مليون. الشقة تتواجد في إقامة المودة، فيها ثلاثة البيوت وصالون لا كويزين أو الحمام وكين سيجور. فالناس اللي مهتمين مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. خليكم على فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا المعلومات بخصوص هاد الشقه وحتى الشقق اللي غادي نذكر معاكم ان شاء الله. الناس اللي مهتمين مرحبا،
كنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون كنفيدكم ولو بشي حاجة بسيطة، حتى نتوما بدوركم ما تنسونيش من الجيمات والبارتاج القناة مع العائلة والأهل والأحباب والأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. بالنسبة للشقة اللي ستتواجد في البرنوسي القدس تروازيام ايطاج تباعت، والشقة اللي ستتواجد في حي البركة دوزيام ايطاج تباعت، الشقق اللي سيتواجدوا عندنا في شارع محمد الزفزاف تباعوا بروميير ايطاج دوزيام ايطاج وتروازيام ايطاج تباعوا. مازال كاين عندنا شقه في اقامه الحديقه تروازيام ايطاج مازال متوفره، اللي مهتم مرحبا. بالنسبه للشقه اللي ستتواجد في اقامه واليلي بروميير ايطاج تباعت، وبالنسبه للشقه اللي ستتواجد في الدوزيام ايطاج في اناسي تباعت، مازال كاين عندنا بروميير ايطاج في اناسي. الناس اللي مهتمين مرحبا، ثلاثه البيوت وصالون راه مازال متوفره. وكاين عندنا بروميير ايطاج في اناسي 27 مليون قابله للنقاش، راه مازال متوفره، اللي بغاها مرحبا. الناس اللي باغين يحطوا عندنا العقار ديالهم مرحبا والف مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي كنخلي لكم دائما اسفل الفيديو. والناس اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب الله يجازيكم بخير، اللي ما جاوبتوش يعاود يتواصل معايا وسمحوا لينا الا ما جاوبتكمش، راه كيكون علينا شويه الضغط داكشي علاش. فالناس اللي ما جاوبتهمش يعاود يتواصلوا معايا باش يطلعوا لي الارقام ديالكم. كنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم وكنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه. بالنسبه للشقه اللي ستتواجد في البرنوسي القدس بروميير ايطاج، راه مازال متوفره قرب مدرسه المهندسين. وبالنسبه للشقه اللي ستتواجد قرب وزين كوكا، حتى هي مازال متوفره بروميير ايطاج، شقه جميله. والناس اللي مهتمين بهاد الشقه هذه، ما عليكم الا تواصلوا معنا وجيو شوفوها وشوفوا الموقع فين تتواجد الشقه، والله ييسر الامور للجميع يا رب، والله يسهل على الجميع. وكما كتشوفوا معايا هذا هو السطح، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم يا رب، ونكون فدتكم ولو بشي حاجه بسيطه، حتى نتوما الى عجبكم المحتوى وبان لكم كيستحق التشجيعات ديالكم فما تبخلوش عليا بالجيمات والبارطاج القناه مع العائله والاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وإلى اللقاء، إلى فيديو قادم، أتمنى ألقاكم في أحسن الأحوال يا رب.